الله صلاة وسلاما على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. بصمجت شيت جراحة بشيء من العجالة، تمام. والله العظيم تلاتة، انا بسجل ده وانا مزنوقة زنقة مرم بلا ربنا، بس يعني ربنا يعدي على خير. طيب يا جماعة، اول حاجة بيري 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 ساين في الكانسر ثايرويد مين حضرتك؟ اما اقولك بيري ساين، من كتر تضخم الغدة الدرقية مفيش بلس، ما بتحسش ببلس خالص في الرقبة، ابسنت كاروتيد بلسيشن، وهي كانت موجودة كده بالنص في محاضرة الغدة الدرقية. لما كلمة بيري ساين من كتر التضخم ما بحسش بلس في الجزء ده خالص، تمام. طيب الانفكتد واند، يعني هو بيقول لك ايه هو اكتر، ايه هو اكتر جرح بيجي فيه انفكشن او بيجي فيه عدوى. حتى احنا كنا بنقول ايه سيرجيكال، لو انتوا عارفينها يعني اسمها ايه، اسمها ايه كده اسم المحاضره، سيرجيكال انفكشن، سيرجيكال انفكشن. كانت محاضره طويله عريضه قعدوا يتكلموا فيها كتير، خلاص. فعشان ما نوجعش دماغنا الانفكتد واند هيبقى ايه، سيرجيكال واند، خلاص كده خدها من اسم المحاضره، سيرجيكال انفكشن سيرجيكال واند. طيب الستيج سيستم بتاع الثايرويد كارسينوما اللي بيعتمد على الليمف نود، بص يا صديقه، هي كان في حاجه اسمها دي جروت ستيج. ايه دي جروت ستيج دي؟ دول كانوا بيقول لك دي كده ستيجز اربعه، كانوا اربعه ستيج للكانسر، تمام. اول مرحله خالص كان ال طيب هدوء هدوء هدوء، حبة هدوء، انا هفتكر بس، تمام احاول. بصوا في التانية والتالتة والرابعة، ماشي. الرابعة، المرحلة الرابعة كان بيحصل فيها ميتاستيزس، اللي هي عملية الايه الانتشار، وبيبتدي ايه انه ينتشر وكده، تمام. طيب المرحلة التالتة كان بيحصل فيها مرحلة الثبوت. يعني ايه الثبوت؟ يعني كانت الليمف نود بتثبت وكل حاجة بتثبت، تمام. طيب المرحلة التانية، المرحلة التانية كانت الليمف نود بتتحرك، يعني كانت موبايل، تمام. يبقى في الاول الليمف نود كانت بتتحرك موبايل، وبعد كده في المرحلة الثالثة ايه ثبتت، والمرحلة الرابعة اللي هي الميتاستيزس، تمام. المرحلة الأولى بقى متهيألي كان الوقت اللي جت فيه أو الوقت اللي الورم ابتدى فيه، أنا مش متذكرة قوي صدقوني، والله أنا مش فاكرة غير المرحلة الثانية إن هو كان، طب اصبروا، الله اكبر العظيم. ايه يا جماعه، المرحله الاولى كانت سنجل او مالتيبل، المرحله الاولى كانت سنجل اي اي او مالتيبل، ماشي. يعني النديول او الكانسر بيطلع يا اما سنجل او بشكل ايه متعدد. دي هي صفحه ايه واحد وايه 91، خلاص كده. لحزن الحظ ان برضو البيري ساين موجوده في نفس الصفحه، ان هي ابسنت كاروتيد بلسيشن، ودي كنا بنشوف في الاكزامينيشن لما نيجي نفحص وكده ما كناش بنلاقي ايه بلس خالص في الكاروتيد وكده. وكان كمان اللي هو من ضمن الاعراض ان الحجم بيزيد وبيظهر لي حاجه اسمها سيف، وموضح لك اختصاراتها هي كلها، خلاص كده تمام. طيب بعد كده يا جماعه السؤال اللي هو الرابع بيقول لي الانوماليز، انوماليز اللي هو الحلمه، تمام. فانا قلت لكم الحلمه باللاتيني يعني سيليا، ماشي. فانا لما اقول لك الانوماليز اوف النبل انكلود، يعني من ضمن العيوب اللي ممكن نلاقيها في الحلمه انها تبقى بولي سيليا، ان هو في اكتر من حلمه. طب حد يقول لي ليه ما ينفعش ماستيا؟ ماستيا دي الثدي يا جماعه، الثدي كبير او مش موجود اصلا او بتاع، تمام. دي يقصد بس الثدي، لكن هو هنا بيسالك عن الحلمه، تمام. طيب الاوبن وان زي ما اتفقنا، اوبن ايه اللي هيفتح جسمك لا قدر الله، انسيشن يعني مثلا، تمام. انسيشن ده اللي هو فتح وكده، فاهمين؟ بس هو ده اللي ممكن يعمل ايه، اللي ممكن يعمل لك اوبن وان. طب حد يقول لي ايه السيب بيلت كمان اللي هو بالحزام وكده؟ بصوا هو انا الحقيقه يعني مش عارفه اجيبها لكم منين من الكتاب، لان والله العظيم ده كتاب كبير معلومات كتير، بس انا فاكره ان انا علمتها لنفسي ازاي. اوبن وان الجرح اتفتح يا شمس، يبقى انا عملت فتحه، يبقى انسيشن الجرح بتاع الجراح. طب كنت قلت لنفسي ليه مش سيت بيلت، ليه مش الحزام؟ بصوا يا جماعه، تخيل ان انت مربوط لا قدر، يعني انت مربوط في سياره مثلا، يعني رابط نفسك يعني في البتاع، يا عم انت رابط الحزام ماشي وسايق بسرعه وبتاع وكده، طيب جيت مثلا الحزام ده ايه بيعمل لك كدمه، يعني هو مش بيفتح الجلد ولا حاجه، لا ده هو بيضغط كده فاهم، فهو بيعمل كدمه فمش بيفتح ولا حاجه، زي ما تكون لابس حزام ضيق فبيحزق بس عليك، فاهمني؟ بس مش اكتر ماشي، بس فانا علمتها كده بقى وخلاص. طب اليوجوال تريتمنت اوف الدايابيتك فوت انفكشن انكلود الفولوينج اكسبت، يعني هو بيقول لك حضرتك لا قدر الله يعني في عدوى في الرجل ماشي، بتشمل كل ده ما عدا ايه، خلاص. هل
انا عايزه اعالج يا شمس، في عدوى في قدم الرجل، واحد عنده سكر عنده عدوى في رجله وانا عايزه اعالج، هل اديله انتي بايوتيك؟ اكيد اي عدوى مرتبطه بانتي بايوتيك ده اكيد كده كده. طيب وايد انسيشن تو درين، بس المفروض ان انا اعمل درنقه للصديد اوريدي، لازم اعمل درنقه، امال اسيب الانفكشن تموته يعني ولا ايه؟ كنترول اوف الدايبيتس، اتحكم في السكر ايوه، لكن حته ان انا اربط يعني ادخل صبغه واشوف الشريان والكلام ده كله، الموضوع ده يعني ما عداش علينا خالص. ايه عدوى يبقى انا اقضي عليها، ادرنق الصديد، اتحكم في السكر، ماشي. طيب السبتك شوك، قلنا يا جماعه سبتك شوك، سبتك شوك نعالجها ازاي؟ او افضل حاجه للسبتك شوك ان احنا نعمل ايه؟ العدوى اللي عندك دي تمام، افضل حاجه للسبتك شوك هي حصل يعني خلاص، حصل شوك او حصل صدمه يا شمس بسبب السموم، فالمفروض نعمل ايه؟ نقضي على هذه السموم، نعمل يعني نعمل لها درنقه بس، شكرا. طيب الثروبنج بين انديكيت، لما في ايه؟ لما في ثروبنج بين، الم كده عمال ينقح 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 ينقح، ده معناه ايه؟ ده معناه ان عدوى جوه وصدت متجون جوه وانت موجوع، فده معناه ان بسرعه نعمل درنقه عشان الالم يخف من عليك. طيب البنك بلاد، بص يا جماعه الدم اللي جاي من بنك الدم بيكون فيه نقص في الصفائح، واحنا كنا قلنا الكلام ده اصلا من ضمن عيوبه، قلنا انها بتبوظ بعد يوم تمام، والوايت سيلز، ومن مصلحتنا ان هو يبقى قليل في الوايت سيلز، لان الوايت سيلز كانت بتعمل، كانت بترفع درجه الحراره، كانت من ضمن المضاعفات بسبب الوايت سيلز دي، كانت بتعمل لي فيفر في الكومبليكيشن في البني ادم الريسيبيان، كانت بترفع درجه الحراره، عشان كده كيس الدم اللي من بنك الدم بيكون قليل في كرات الدم البيضاء تمام. طب قليل في ايه كمان؟ هو بيقول لي ان هو من ضمن عيوبه ان هو بيبقى اكسجين كارينج او كباسيتي اوف الايه، الهيموجلوبين، ما بيبقاش فيه هيموجلوبين كتير، لان برده الار بي سيز كان بيقول لي انها بتبوظ حوالي بعد اسبوعين او كده، ما بيبقاش فيه هيموجلوبين كتير، ده كان من ضمن عيوبه، كل دي حاجات معاه، لكن هو بيبقى كتير او يعني انا هقلل البوتاسيوم فيه ليه؟ ده بالعكس ده بيبقى فيه بوتاسيوم كتير جدا، خلاص يعني هو بيبقى فيه بوتاسيوم، هو فيه نقص في اللي احنا قلناه ده كله ما عدا البوتاسيوم، هو البوتاسيوم فيه بنسبه طبيعيه جدا، عشان كده اصلا لما بديه كان بيحصل لي هايبر كاليميا، بوتاسيوم بيزيد، خلاص واخد بالك انت. طيب الكومبليكيشن اوف بيرن يعني بنقول الحرق تمام، ايه الحاجات الوحشه اللي الحرق بيعملها؟ هل الحرق بيعمل اكيوت رينال فيلير؟ طبعا، لان طبعا الحرق ده كان بيسبب لي تكسير كرات الدم الحمراء، وكان طبعا بيخرج منها بقى الهيموجلوبين، والهيموجلوبين يروح ينصب على انيببات الكليه فيعمل فيها فشل، صح ولا ايه؟ اوروسيف جاسترايتس، كان ممكن حرقك كده ياكل لك المعده بسبب افراز حمض الاتش سي ال، ايوه، لان احنا قلنا ان الحرق ممكن يكون اصلا بسبب ماده كيميائيه. طيب هل الحرق يعمل لي شلل في الامعاء؟ اوريدي دي كان من ضمن الاعراض اللي بتحصل في الجهاز الهضمي، ان الحرق يعمل لي ألسر، ممكن يعمل لي شلل في الامعاء. طيب هل الحرق بيعمل تدمير في المخ؟ ما وصلتش للدرجه سوري، نزيف في المخ، لا هو بيدمر على طول، يعني مش مجرد بقى نزيف، ده بيفجرك على طول، خلاص يا جماعه. طيب يبقى دي لا، دي مش معايا تمام. طيب البلاتلت، احنا قلنا البلاتلت اقصاها هو يوم، هو يوم اللي بتتخانق، هو يوم بعد كده بتبوظ. طيب الصدمه الوحيده اللي فيها برادي كارديا، انا معلماها كده يا جماعه، برادي كارديا، برادي كارديا نقص معدل ضربات القلب، الدماغ، الدماغ، الدماغ لو حصل فيها اي مشكله اللي هي النيروجينيك يبقى على طول نقص معدل ضربات القلب، مفيش حاجه بعد الدماغ تمام. طيب اباوت ايه؟ اكيوت لاكشنال بريست ابسيز، بريست ابسيز، بريست ابسيز يعني ايه؟ يعني في خراج في الثدي، ماشي. طيب وان ستيتمنت اونلي از ترو، جمله واحده بس اللي هي بتكون صح. دلوقتي انت بتقولي ايه؟ انا بقول ان في خراج، فهو الدكتور قعد يقول ان الخراج اللي بيبقى في الثدي بيبقى مالتي لكيول، الخراج اللي بيبقى في الثدي بيبقى مالتي لكيول. طيب هو بيقول لك لما يبقى في خراج في الثدي يبقى انت لازم تفطمي الجنين؟ لا، ممكن الخراج يبقى لسه في مراحل الاولى، او لسه ما وصلناش لمرحله العدوى ان انا افطم الجنين، او يبقى الفطام الزامي، فاهم قصدي؟ طيب يعني على حسب مرحله الخراج، مش في كل المراحل بتاعه الخراج لازم افطم الجنين خالص. طيب هل اسحب الصديد بوايد بور نيدل السوبيري تو انسيشنال درنج ات ات افويد انجري تو لاكتيفيرس دكت؟ برده مش 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 في كل الاحوال هعمل اسبيريشن للبص تمام، يعني مش يعني مش هدخل سرنجه واقوم سحبه. بصوا يا جماعه هقول لكم معلومه عشان نريح نفسنا، احنا بنقول كل انواع الابسس بيحصل لها درنج، كل انواع الابسس بيحصل لها درنج، بيحصل لها درنقه ما عدا اي بي سي تمام. الاي دي كان اميبك، البي دي تقريبا كان برين، والسي دي كان ايه يا ربي؟ طيب ايه السي دي يا جماعه؟ اللي هي كان الكولد ابسس. المهم ان الثلاثه دول بس هو اللي انا بعمل لهم اسبيريشن، اي صديد تاني بعمل له درنج درنقه بس، يعني اللي من ضمنه ماشي
يبقى انا معلمها كده. عشان كده يا ولية لما كنا استبعدت الاختيار ده، تمام، انا بعمل درنقه، مش بعمل بعمل درنقه على طول، تمام. ماموجرافي، يعني انا بعمل ماموجرافي في حاله تكوين ابسس، طبعا مش في كل الاحوال زي ما اتفقنا، تمام. لكن هي الفكره ان انا هو بيبقى مالتي ايه لوكيول، اللي هو كومن مالتي لوكيول، خلاص كده. طيب ايه بريدور مارسنتوم اوف التيتانيس، ايوه التيتانيس، ايوه تمام. التيتانيس او اي حد يعني شايفه كده موجة تشنجات قدام عينك وبتاع، طبعا بيبقى عنده أرق مش عارف ينام، بقول لك تشنجات وعضلات بطن ومضغ وحوارات. طيب العضلات بتتيبس كده معاك، هتلاقي ستيفنس كده الفك وبتاع والعضلات كلها شمس تيبس. طب الهاي فيفر دي يا شمس، ناس كتير قوي قاعدة تقول هايبر بايركسيا، صح هايبر. يا جماعة التيتانيس مش المعتاد ان تبقى الحرارة فيه عالية، هو بيبقى فيه حرارة فيفر تمام بس مش عالية. طب لو عليت يبقى دي كومبليكيشن، فيه دي مضاعفات فيه. لو الحرارة عالية زيادة عن اللزوم دي من ضمن المصايب في التيتانس، مش الطبيعي ان الحرارة فيه تكون عالية، خلاص كده. طيب الكومبليكيشن اوف ال بارنترال نيوتريشن doesn't include، يعني دلوقتي شمس بقول مضاعفات البارنترال نيوتريشن، انا عايز اعرف مضاعفات الايه ال يعني التغذية عن طريق الحقن. احنا حتى فاكرينها من طوارئ يا جماعة، هل التغذية عن طريق الحقن هتعمل لك اوبيزيتي سمنه؟ طب يا شمس ده تغذيه عن طريق الحقن، ده انا بنقط المريض، يعني سمنه ايه يا شمس اللي هتعملها؟ ففي الذكاء مستحيل التغذيه عن طريق البرينترال نيوتريشن تعمل سمنه للمريض، امال تعمل ايه؟ تعمل عدوى من كتر الشكشكه، تعمل نيموثوركس يعني بسبب الشكشكه يدخل هواء مثلا على الرئه، كوما للمريض يدخل في غيبوبه، لكن ما تعملوش سمنه ابدا، لان هي اصلا ايه يعني فاهمين، هي اصلا نص كم يعني علاج يا سبحان الله يعني. طيب الفولوينج ستيتمنت اباوت فيبروسيستيك بريست قالوا ترو، تمام. السيست ماله؟ السيست ده فيبروسيستيك، يعني متكون تكيس، متكون ايه؟ متكون تكيس. طيب هل هو اسيمتوماتيك ما فيهوش اعراض؟ جايز. بيسبب لي وجع؟ تمام. بيعمل لي نديول؟ ايوه السيست ممكن يعمل نديول. طب هل هو بيحصل فيه نيبل تراكشن، يعني لو في تكيس الحلمه هتدخل لجوه؟ قال لي لا لا. امال في ايه يا جماعه؟ امال ايه اللي بيحصل؟ بتخرج ديسشارج، ديسشارج يعني بتخرج بس شويه افرازات، لكن هي مش بتدخل لجوه لو في تكيس، ودي بيحصل في الستات وخصوصا في فتره الحيض، خلاص مش بتعمل، مش بتدخل الحلمه، مش بتدخل لجوه لو في تكيس. امال ايه يا شم؟ الحلمه بتخرج افرازات، ماشي. اليوجوال تريتمنت اوف الدايابيتيك فود، تمام، انكلود الفولو اكسب، زي ما السؤال ده متعاد، قلنا ما عدا ايه؟ قلنا ما عدا ارجنت اتريوجرافي. طيب الموست سيريس كومبليكيشن، اخطر حاجه لما تنقل فصيله دم مش مطابقه، طبعا بيحصل للمريض انكومباتيبلتي، عدم تطابق، يعني دي اكيد اخطر حاجه شمس، ما فيش تطابق يعني من اسمها. طب يا شمس دلوقتي شمس بعد العمليه، بعد العمليه حصل انفكشن، بعد العمليه حصل ايه؟ حصل انفكشن. طيب فهو بيقول لي كان بروديوس الفولو، ممكن تنتج لك يا شمس ده كله ده كله ده كله ده كله ما عدا ايه، تمام. طيب انتوا طبعا عارفين ستيتش ساينس، كلمه ستيتش ساينس يعني ان في غرزه فكت، تمام، فحصل مكانها ساينس، يعني او ساينس دي يعني كان من ضمن المضاعفات او من ضمن الحاجات اللي بيبقى شكلها وحش في، كنا واخدينها في الباثولوجي في الغرزه، يبقى ده يا شمس ممكن يحصل، ايوه ممكن يسبب عدوى كمان، والعدوى دي هي اللي بتعمل ساينس، تمام. هل ممكن يحصل رياكشنري هيموريدج؟ جماعه احنا اتفقنا ان رياكشنري هيموريدج ده بيحصل بعد 24 ساعه من العمليه، يبقى هل ممكن يحصل هيموريدج بوست اوبريتيف بتاع؟ تمام. طيب هل ممكن يحصل سبتسيميا؟ هل طبيعي مش في جرح، يبقى مش هيحصل سموم ازاي؟ فالسبتسيميا معايا والرياكشنري هيموريدج معايا، احنا قلنا انه بيحصل بعد 24 ساعه من العمليه فده تمام، ودول قلناه، يبقى ما عدا ايه يا جماعه؟ ما عدا الانسيشنال هيرنيا دي، خلاص. طيب which statement is wrong، انهي جمله من دول غلط؟ الكوليستريديوم جرام نيجاتيف، لا يا جماعه الكوليستريديوم دي خدناها في الغرغرينه، هي كانت جرام بوزيتيف، شكلها شكل العصايه لما كان بيقارن لك ما بين الغرغرينه والتيتانس، خلاص الغرغرينه هي جرام بوزيتيف اللي هي الكوليستريديوم، وهي انيروب يعني بتتنفس تنفس لها هواء وعندها سبور وشكلها شكل الدرام، المعلومات دي كلها محفوظه يا جماعه، كلها محفوظه. الموست افكتيف ميثود عشان اتجنب الغاز غرغرينه، عشان تتجنبه لو انت مثلا حصل لك جرح في الشارع وحاجه، اغسل الجرح على طول، وان اريجيشن اغسل الجرح، خلاص. طيب في الـ في الـ في البليدنج بيشنت، في البليدنج بيشنت مريض بينزف يا شمس، اهم حاجه ايه؟
مريض بينزف، مريض بينزف most important parameter عشان اليورين اوتبوت يعني يا شمس دلوقتي مريض بينزف وانا اديته سوائل، اعرف منين المريض استفاد من السوائل ولا لا؟ مش عارف ايه، اقول لك خلاص راقب الداخل والخارج اللي هو مين؟ اليورين اوتبوت. هتقول لي طب ما البلاد بريشر تنفع؟ اقول لك مكتوبه في الكتاب نصا ان اليورين اوتبوت هو most important، اكتر اهميه. يعني البلاد بريشر مهم ايوه، بس في الاهم، ايه الاهم؟ اليورين اوتبوت. خلاص كده. طيب تروما سبونتينوس انفيزيما في الشيس وول، تمام. يعني يا جماعه البتاع بقى مفخم، مفيش اصوات، بتاع التراكيه اتحركت من مكانها، ايه اللي حصل؟ شمس التنفخه دي كنا واخدينها فين؟ في التنشن نيموثوركس النوع الشرير اللي كان الهواء يقعد يدخل 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 ومفيش فتحه تخرجه، يعني تنشنه فبيعمل انفيزيما وانتفاخ في عضلات الوش وما بتقدرش تاخد نفسك ويحرك التراكيه وبلاوي حضرتك. طيب راجل 41 سنه او 6 يعني وات ايفر، المهم ان هو عنده لا قدر الله ضغط كانسر، تمام. ف البيست سيرجيكال اوبشن، تمام. طيب بايوبسي بروفين انفيزيف ضغط كانسر، تمام. فنعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي يا جماعه عنده سرطان، احنا دلوقتي عايزين ناخد راجل 41 سنه او ست 41 سنه خلاص ويز ابيوبسي بروفين انفيزيف ضغط كانسر، يعني في كانسر في الضغط، ماشي. افضل سيرجي اوبشن انا ممكن اعملها ليها ايه؟ هل سيمبل ماستكتومي؟ ما تنفعش. ليه؟ لاني ممكن تنتشر فما ينفعش معايا سيمبل ماستكتومي. طيب امال ايه؟ موديفاي. هل راديكال ماستكتومي؟ احنا قلنا السيمبل ما تنفعش لانها بتنتشر. طب هل راديكال ولا موديفاي؟ بص يا جماعه اللابكتومي معناها ان انا هشيل اللمبه بس وخلاص، وبرده ما ينفعش. ليه؟ لان هي ممكن تنتشر، ممكن يبقى في لمف نود حواليها وانتشرت فيها وبتاع، فهتبقى كده كانك ما عملتش حاجه، انت شلت اللمبه بس ممكن تنتشر. فعشان كده انا استبعدت السيمبل واستبعدت اللابكتومي. امال ايه يا شمس؟ وقفنا عند الراديكال والموديفاي. طبعا الموديفاي لانها حصل فيها تعديل يبقى هي اكثر دقه، يبقى هي اللي تنفع دلوقتي، يبقى هي افضل حل. فهمت قصدي؟ طيب البيشنت اللي عنده تيتانس، يعني هو عنده تكزوزات، المفروض نعمل له ايه؟ سيديشن، مهدئ 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 مهدئ، ده اهم حاجه، اللي هو بلفظ تاني ريلاكسنت. طيب هل نعمل نيزو كاستريك ساكشن اولى ولا نحطه على الفنت ونبتدي ولا نحطه على الفنت اولى؟ يعني انت بذكائك كده، واحد عنده تكزوزات ممكن يبلع لسانه، هل انا اشفط؟ اشفط ايه حضرتك؟ اشفط لسانه يعني؟ يعني انا دلوقتي بقول لك ده واحد مش قادر وتكزوزات وممكن مجرى الهواء ينسد بلسانه وبتاع، هل انا هقول لك سكشن؟ طب هسكشن ايه؟ امال ايه؟ لا ده انا ركب يا شمس ريلاكسنت، تمام، احطه على جهاز الفنت عشان الاكسجين وامنع ان هو يبلع لسانه. طيب المين لاين اوف التريتمنت للاكيوت بايوجينيك ابسيس، يعني خراج في صديد، ماشي، تمام. ايه افضل خط علاج احنا بنعمله؟ درنق على طول، صديد درنق، يعني قلب به ته يبقى انسيشن اندرنج. طيب غاز غرغرينا، الغاز غرغرينا احنا قلنا يا جماعه الغاز غرغرينا كل دول مع كل يعني كوليستريديوم ويلشي معايا نوفاي معايا مش عارف ايه، هي بس ما كانش فيه غير الكوليستريديوم تيتانس هي اللي كانت تبع التيتانس، اما الباقي كان تبع الغرغرينا عادي. طيب انفكشن، ايوه الدكتور قالها بارونكايم، انا حاولت اعرف مصدر المعلومه الى ان اعرف ابدا، حتى في الكتاب مش مميز انها مستقام ولا كاتب جنبها اي حاجه، يعني هم كلهم بالمناسبه عدوى في الايد، كلهم عدوى في الايد، لكن الدكتور قال ان الماست كومن هي البارينكايما، فانا كسؤال بصمكته كده وخلاص. الماست كومن كوز اوف الهايبر ثايرويدزم، خد بالك دلوقتي انا بقول لك اي من دول بيعمل هايبر ثايرويدزم، حبيبنا عمهم البرايمري ديفيوز، البرايمري ديفيوز اللي هو الجريفز ديزيز، الجريفز ديزيز ده اكتر مرض يسبب لي ارتفاع في هرمون الغده الدرقيه، ده كان سيروتوكسوزيس حضرتك، ده كان سيروتوكسوزيس. طيب البريست سيلف اكزامينيشن، امتى الست تقف كده قدام المرايه وتفحص ثديها؟ لما يكبر، اللي هو لما البنت تجيب ال 20 سنه خلاص كده، يبقى اول وومن اباف اذا ايج اوف 20 20 سنه وبتاع، تبتدي تقف قدام المرايه كده حبيبتي وتقولي تفحص نفسك كده لو في ورم ولا حاجه لا قدر الله، تمام. تعالوا بقى دي انا شفت برده الشيء بتاع السنه فاتت كله، بس دي الاسئله اللي هي يعني موجوده في شيت السنه فاتت بس مش موجوده في الشيت بتاع السنه دي، تمام، لان كان في اسئله في الشيت بتاع السنه اللي فاتت متشابهه مع بتاع السنه دي فشالوها
هم حطوا لنا بس الاسئله اللي ما كانتش موجوده، واخدين بقى يا رب. بس انا عارفه ان انا متوتره، بس يعني ايه، سوري. common indication for nutrition support، نيوتريشن سبورت، ركز كده دلوقتي يا شمس. احنا سيادتك محتاجين انك تدينا تغذيه فورا، تغذيه اكل مام. يبقى في ايه اللي حصل لا قدر الله؟ اكيد الامعاء اتشلت اكتر من 4 ايام، هنسيب المريض يموت من قله الاكل؟ طبعا لا، اديله تغذيه. طب يا شمس لو في مثلا ريسكشن، استئصال في الامعاء او كده، برضك نسيبيه من غير اكل؟ طبعا لا. لو في فيستيوله في الامعاء، في كل الحالات دي لازم بسرعه نديله تغذيه. طيب بعد كده بيقول لي ايه، ده مش ريسك فاكتور للسيرجيكال انسايت ايه انفكشن. بصوا يا جماعه ركزوا معايا، يعني بيقول لي اي من دول مش بيعرضني لعدوى. طيب اما اقول لك راديشن اكسبوجر، لما عرضك لاشعاع، ده مش بيعرضك لعدوى؟ لا بيعرضك لعدوى. لا يا جماعه خدوها بالبلد، اشعاعات الشمس مثلا لما جلدك يكون ملتهب ومحمر وبتاع، هي دي مش انفكشن؟ هي دي مش عدوى؟ لان جلدك بيضعف وبتاع، فممكن يخش لك عدوى غير كده وكده. انا بحثت على جوجل فقال لي تعرض للاشعاع بيعرض لعدوى، بس كان بعد مده كام اسبوع كده، بس انا مش فاكره كام اسبوع بالظبط. بس المهم فعلا ان تعرضنا للاشعاع فعلا بيعرضنا لعدوى، والدليل العدوى اللي بتحصل لنا في جلدنا وشكل جلدنا. طب ايه كمان؟ لو عملت جراحه دلوقتي طبيعي هتعرضك لعدوى، لو دخلت المستشفى طبيعي، لكن الانفانسي دي اللي هو الطفوله او مرحله القزامه، هتعرضني لعدوى في ايه يعني؟ فاهمين؟ طيب شوك كان بيست بي ديفايند از، الصدمه احنا عارفينها كلنا، ان اديكوات بيرفيوجن او هايبو بيرفيوجن، دي حاجه محفوظه. طيب الهيموراجيك شوك بيحصل كل ده ما عدا ايه؟ هل لو انا نزفت كميه الدم اللي خارجه من القلب هتقل؟ طبعا، مش انت بتخرجي دم؟ اكيد. طيب هل كميه الدم اللي راجعه للقلب برضو هتقل؟ اكيد، ما انا هجيب دم منين؟ طيب هل هتزيد المقاومه الطرفيه؟ ايوه، المقاومه بتزيد لان ضغطك بيزيد كمحاوله من جسمك انه يودي الدم للاعضاء الحيويه، فطبيعي المقاومه بتزيد، ولكن ما بيحصلش حاجه اسمها بريفرال بولينج، وانا واخدها بمبدا الاستبعاد. طيب الاورجانيزم اللي بيجيب لك صديد لونه اخضر، بحثت عن جوجل طلع الزودوموناس ايريجينوزا هو اللي بيجيب صديد لونه اخضر، تمام. طيب الكومنست هيستولوجي تايب اوف البريست كانسر هو الانفيزيف داكت كارسينوما. هتقول لي ليه؟ اقول لك موجوده في الكتاب بالنص، الانفيزيف داكت كارسينوما كان نسبته 80%، فطبيعي هو ده الكومنست تايب، تمام. طيب قبل ما اقفل الفيديو، اعتذار عن سؤال رقم وانا مش فاكره رقم كام، ربنا يا ربي بقى، استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الخوف والهلع، اعوذ بالله من الخوف والهلع. بسم الله بسم الله بسم الله. هو سؤال يعني انا حليته غلط، تمام. طيب اهي يا جماعه، بوست اوبريتيف واند انفكشن، قال لي بينتج كل ده معاه ده. انا كنت اخترت معاكم انسيشنال هين، لكن لا، ممكن بعد العمليه الجزء يخرج، وده يسبب عدوى، ده وارد. امال يا شمس هو ايه اللي ما ينفعش؟ انا قلت لكم الرياكشنري هيموريدج بيحصل بعد 24 ساعه من العمليه. ايوه، بس ده عشان غرزه فكت، خياطه فكت بتاع، مش بسبب انفكشن، مش بسبب عدوى. يعني اي نعم الرياكشنري هيموريدج بيحصل بعد 24 ساعه من العمليه، بس مش بيبقى بسبب عدوى يا شمس، ده بيبقى بسبب ان الغرزه فكت، حصل حاجه، ضغط بزياده بتاع، فاهمين؟ فمش حوار ان دي انفكشن بعد العمليه، مش شرط جالك عدوى هيحصل لك نزيف، فاهم قصدي ولا ايه؟ تمام. يعني ايه بالبلد، احنا واخدين الرياكشن هيموريدج دي في المحاضرات الاولى في الهيموريدج يعني وكده، كان بتيجي بعد 24 ساعه من العمليه بسبب ان غرزه فكت او هو ضغط على البطن او الكلام ده كله، ماشي؟ لكن مش بتيجي بعد العمليه يعني بشكل مستمر بسبب الانفكشن وكده. فعشان كده الثلاثه التانيين ينفع، اما هي لا. فهمتوا قصدي؟ لان فعلا ممكن يحصل زي ما قلنا الغرزه مكانها يكون ساينس، ممكن يحصل توكسيك وسموم وبتاع بسبب الايه العمليه، ممكن يحصل ان الهرنيا تخرج لبر وتسبب لي انفكشن وعدوى وبتاع، لكن الرياكشنري هيمرج بتحصل بعد 24 ساعه من العمليه. اي نعم، اهدوا، هي بتحصل فعلا بعد 24 ساعه من العمليه، اي نعم، ولكن مش بصرت بسبب انفكشن. الى هنا ينتهي، انا اسف على التاخير. و يعني انا اولا انا يعني مستغربه من حاجه، او كان في حد قال لي الشيت ومش الشيت وبتاع،
مش عارفة يعني كان قال ايه يا ربي، كان قال مختلف او الاجابات مختلفة او حاجة، فالاجابة مش عارفة هو كان قال حاجة بس انا مش فاكرة، انا مش فاكرة، فانا اسفة ان انا مش فاكرة. وبعدين والله العظيم كنت اشوف الشات ما لقيتوش، فانا مش عارفة اعمل ايه، ما انا مش هعرف اوصل كده. فانا بعتذر يعني، انا بعتذر عن التأخير بشكل عام، بس انا حرفيا في الفترة يعني انا بلم نفسي بالعافية، بلم دلوقتي فعلا نفسي بالعافية، فربنا يستر. اللهم اني استودعك ما فهمت وما قرأت وما حفظت وما سمعت فادعو لي عندي حاجة إلي يا رب يا كريم. دعواتكم بصلاح الحال، ونكون مراد القلب والقدر، بيوفقنا جميعا، عدي بكرة على خير، ويجعلها اخر الاحزان يا رب. سلام.